النهاردة حلقة مفيدة قوي، هنقدم لك الخطوط العريضة اللي تعرفيها واللي لازم صراحة تكوني عارفاها وانت بتتعاملي مع اي رجل ايا كان، بقى معجبة بيه، خطيبك، جوزك، حبيبك، عايزة تلفت انتباهه، ايا كان عايزة تحافظي عليه، من الاخر كده عايزة تسرقي قلبه. ما ينفعش ابدا ما تكونيش عارفة اللي احنا هنقوله لك في حلقة النهاردة. تعالوا بينا نبتدي، وارحب في البداية كده بالجديد واقول له يا ريت يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان نفضل متواصلين مع بعض. وتعالوا بينا نبتدي. كل رجال الابراج كده، ايه الصفات اللي بتشدهم في كل أنثى، أو من أكتر صفات، أو الصفات اللي لازم تكون بصراحة موجودة في كل أنثى عشان تقدر تسرق قلبهم، يعني غصب عنهم لا إراديا كده قلبهم بيتسرق مع الأنثى اللي بيكون فيها الصفات دي. الفكرة جميلة قوي. كيب ستة لتاني مرة بشكرها جدا، اسمها كده الحلقة اللي فاتت، اقترحت الاقتراح ده ولقيت ان انا يعني يستحق ان احنا نعمل عنه حلقة. متفاعلة قوي معانا بصراحة، وبتجيب افكار جميلة قوي، وما شاء الله توقعاتها بنسبة كبيرة قوي بتكون صح. تعالوا بينا نبتدي ونشوف رجل الحمل اللي هو برجي، ايه اكتر صفتين ثلاثة او صفة ممكن تدوخه وتسرق قلبه في الانثى؟ قلنا لازم يكون في شيء من الاحساس بالنفس شوية، في شيء من الاحساس بالانا شوية. غالبا رجل الحمل الانثى الغلبانة قوي ما بتستهوش بصراحة. بقى احنا بنجيب من الاخر وبنتكلم بصراحة عشان نقدر ان احنا نفهم الدنيا حوالينا ماشية ازاي. محتاج لمسة غرور، هو يحب الانثى اللي عندها لمسة غرور، اللي حاسة بنفسها شوية، والشقية، الانثى اللي عندها سنة شقاوة دي برضو بتلفت انتباه برج الحمل اوي، رجل برج الحمل، وتسرق قلبه. ولو يا سلام لو كريمة شوية برضو، لانه ما بيحبش الانثى البخيلة. خلي بالك من الصفات دي لو انت في حياتك رجل حمل. الطور لازم الرزانة والتول، لو انت انثى خفيفة مروشة بتكلمي طوب الارض وبتضحكي كتير وتهزري كتير مش هتعجبيه. سبحان الله بقى، ما احنا بنختلف في طباعنا كرجال وكنساء. تقيلة رزينة طموحة، يحس ان انت منظمة، ليكي هدف وليكي كارير وليكي حلم عايزة توصلي له، طموحة، عندك طموح عملي، طموح مادي، ايا كان. الحاجتين دول ما ينفعش تكوني في حياتك رجل من برج الثور وما يكونوش فيك عقلانية. لازم تكوني أنثى عقلانية قوي مع الرجل ده، تسرقي قلبه وعقله وبنكرياسه كل حاجة تسرقيها عند رجل الثور. يا ريت يا جماعة لو شايفين الحلقة دي مفيدة رجاء ندوس لايك، توصل لبقية أصدقائنا اللي بيشتكوا الحلقات ما بتوصلهمش، العكس دوس لايك وقولولي السبب. رجل برج الجوزاء خفة الدم ويكره قوي الأنثى النكدية ويطلقها بالتلاتة، خلي بالكم. بقى العكس هنا، ده رجل عكس رجل برج التور، تضحكي بتهزري بتتنططي هتجننه أمه أقسم بالله، هتروشيه ويا سلام الشياكة، يعني تبقي واخدة بالك من نفسي بقى. الحركات بقى، رسم الحواجب والروج ومش عارف والرموش والبودرة والأحمر والأخضر والأزرق وال700 لون اللي بتحطه في آن واحد، دول كل ده برج رجل برج الجوزاء بيحبوا في الأنثى. الأنثى اللي هي شبه المودلز، شبه الفنانات كده، الأنثى اللي مهووسة بالحاجات دي بتستميله قوي وتسرق قلبه قوي، صفات لا غنى عنها لو انت في حياتك رجل برج جوزاء وعايزة تحركي. السرطان الحنية، والرجل ده تحديدا تلاقيه يبحث عن أنثى شبه أمه، شبه والدته، ما تعرفش لما رآه في والدته من الحنية. لازم يكون حنية وسنة غموض. يعني ايه سنة غموض؟ والله عاملين حلقة كاملة عن الموضوع ده، هسيبها لكم برضو في وصف الفيديو واول تعليق، ارجعوا لها. اللي هيسمع الحلقة دي ويطبق اللي فيها هيبقى استاذ ورئيس قسم في الغموض، وانا عارف انا بقول ايه. لازم سنة غموض كده مع رجل برج السرطان، هو ما يحبش الانثى اللي بتكشف اوراقها مرة واحدة صراحة، ودي الحقيقة. وبنجيب لك الخلاصة بقى عشان تفهم الرجل ده تتعاملي معاه ازاي. الاسد الثقة بالنفس، لو انت انثى مهزوزه متلجلجه يقول لك طبيعته كده مفطور عليه، يحب الانثى الواثقه من نفسها قوي، وزي رجل الحمل كده اللي شايفه نفسها شويه، لا شويتين ثلاثه اربعه خمسه، ولكن تكون شايفه نفسها اكتر على، يعني زي ما احنا بنقول كده،
بيشعر رجل برج الأسد بنوع من اللزقة، إن هو يعني اقتنس الأنثى المغرورة أو اللي شايفة نفسها أو العنيدة دي، أو اللي هي مثلا على سبيل المثال ما حدش مالي عينها وأنا بس اللي مليت. فاهمين؟ فاهمين الفكرة؟ وشخصية رجل برج الأسد بتفكر إزاي وفلسفتها عاملة إزاي، والفرفشة طبعا لازم تكوني أنثى، ما أنتش نكدية أبدا. هو رجل بيحب يتمتع بالحياة قوي وياخد منها على قد ما يقدر زي رجل برج الحمل، لذلك النكد لا يتمشى أبدا مع فلسفة رجل برج الأسد. العذراء الهدوء والذكاء. رجل برج العذراء عايز أنثى هادية، هادية قوي، حتى في نظرتها، حتى في طريقة كلامها، حتى في تعاملاتها، وذكية لأنه يكره الإناث الغبية قوي، والأنثى كده برضو تكره الرجال الغبية. عايز الأنثى الذكية اللي فاهمة، اللي فاهمة، اللي ما تتعبوش، اللي ما يحسش ان هي غبية ويقعد يفهم فيها ويقول لها. فاهمين؟ ندخل بقى على رجل برج الميزان. اكيد يعني الشياكة، واعمل له شوية إثارة. إثارة يعني غموض، شوية تشويق، لأنه بيحب قوي الأنثى اللي من النوع ده، ولذلك تلاقي يعني بعض الإناث كده تتماشى وتكذب قوي رجل برج الميزان. لازم تكوني أنثى شقية قوي في شوية من رجل برج شيك قوي في شوية من رجل برج الجوزاء، زي ما قلنا بتهتم بنفسك كده وبشياكتك، وعندك سنة غموض مع تشويق، بتهزري وتضحكي، تروشي أمه، تجنني أمه، وتحسسي إن هو مش فاهمك، تسرقي قلبه وعقله وكل حاجة كمان. أما العقرب، الغموض والذكاء. رجل برج العقرب أكتر صفتين ساحرتين في شخصية أي أنثى يسرقوا قلبه، أو من أكتر الصفات هو اللي إحنا بنقول عليهم دول، الغموض والذكاء. والغموض هنا مع رجل برج العقرب هيكون أضعاف مضاعفة اللي ممكن تعمليه مع رجل برج الميزان، ويكره جدا الأغبياء أو الغبيات من النساء، يعني لو أنا قلتها بالنحوي أو باللغة العربية صح، يعني ما يحبهمش أبدا. يحب الأنثى اللي تفهمه من نظرة عين، من حركة كده حاجب أو من رمش عين تفهم هو عايز يقول إيه. ما يحبش هو يعيد ويزيد ويعجن ويلت وفي الآخر ولا كأنه عمل حاجة. ينبهر قوي كل ما الأنثى كانت ذكية وغامضة، ويراها جذابة قوي، ومستعد إن هو يدفع كتير قوي عشان يوصل لها. رجل برج القوس الإيجابية والتلقائية، من أكثر بقى الرجال اللي ما تستحملش النكد ولا بتطيقه ولا شخصيته عندها فلسفة للتعامل معاه، تلاقيه يهرب من النكد كده، زي أقول لك زي ما الزيت بيهرب من المية بالظبط كده. يعني رجل برج القوس ده بيهرب من النكد بطريقة سريعة قوي وما يستحملوش أبدا، لذلك عايز أنثى فرفوشة وإيجابية دافعة للأمام، لأنه حماسي ومندفع دايما جدا، وتلقائية بقى ما تلفش وتدور وتتعبه. هنا ما انصحكش بالغموض معاه. شوف احنا قلنا ايه على رجل برج العقرب، العكس هنا مع رجل برج القوس في حتة الغموض، لا هو عايزك دايركت قوي مباشرة معاه، ولو كنت العكس ممكن تيجي بنتائج عكسية. أما رجل برج الجد، الرزانة والأنثى العملية. في شوية كده من رجل برج الثور ان هو عايز انثى تقيلة رزينة، مش مجنونة ولا مروشة ولا خفيفة ولا بتتنطط كتير وتتكلم كتير وتضحك كتير وتخرج كتير، ما يعجبش رجل برج جدا. وعملية او في الدراسة متفوقة، يعني اللي هي بتعرف تجيب فلوس من الاخر، او اللي هي تساعده على انه يجيب فلوس. خلصت، موضحة نفسها يعني زي ما احنا بنقول. طيب الرايق، رجل برج الدلو، الرقي، التفتح، الشياكة، وما تقيدهوش قوي، ما تخنهوش قوي، يعني اديله ايحاء كده ان انت انثى متفتحة قوي وراقية قوي، ومش بتاع التدقيق قوي، ومش حشرة نفسك، خلي بالك في كل حاجة قوي، لان هو بيحب كده قوي في اي انثى يعني، وتسرقي قلبه بالذات لو انت بتتعاملي معاه. دي نصايح مهمة قوي واولية لازم تكوني عارفاها وانت بتتعاملي مع الرجل المختلف ده، بالذات حتة ان انت ما تقيدهوش وتحشري نفسك معلش يعني في كل حاجة. ما بيحبش كده، وغالبا بتكون سبب كبير او في توتر العلاقة معاه. ندخل على رجل برج الحوت، الرومانسية والاحتواء لا غنى عنهم، والاتنين كفيلين جدا ان هما يسحروا قلبه وكل ما يملك، يعني ما تقلقيش، خليكي عندك احتواء تعرفي تحتوي الرجل ده، لانه هو غلبان بطبعه صدقيني، حتى لو ان كان بذلك
عكس كده. والرومانسية هنا بقى خليك رومانسية براحتك، رومانسية أفلاطونية فوق السحاب، ما يهمكيش. هو عاشق للمرأة الرومانسية عامة. يا ريت تكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي. موعدنا إن شاء الله كل ليلة الساعة 9 بتوقيت مصر، القناة التانية اسأل محمد وعيلته، قناة جميلة أوي مفيدة أوي، بدعوكم الاشتراك فيها على الانستجرام والفيسبوك. الرابط دي كلها في أول تعليق وصف الفيديو مع حلقة التجاهل اللي لسه ما شافهاش وحابب إن هو يشوفها. وهتوحشوني وإن شاء الله نلتقي بكرة.